لو اتحاد الكرة قرر يأجل الأهلي ماتشات الكأس. لا هو اترفض طبعا فكرة ان هو التأجيل للسنة اللي بداية الموسم المقبل كانت طرحته اتحاد الكرة رفضها لا تماما. اتحاد الكرة قرر خلاص يأجل سيمي فاينال وفاينال للموسم الجاي، يعني هو مش هيكمل سيمي لا لا فاينال الماتشات وفاينال. كلها دلوقتي ما في، يعني الماتشين اللي جايين بتوع الأهلي دول في موعدهم اللي بس هو خد بالك الداخلية معترض، معترض هتلاقي انه في عنده النهاية، مش بس عنده مشكلة كبيرة عارف كده؟ ما هو في النهاية في دي واضحة عارف من مشكلة الأول. الداخلية ايه؟ ايه؟ ما عندوش غير 10 لعيبة. طب ما انت في من البدايه يا استاذ محمد انت محدد، هو مش مشكلته، لا مش يعني مشكله انا اتحاد الكوره، لا مش ازاي؟ لا مش مشكله اتحاد ما انت الكوره، النهارده انا ما اقصدي اصل في ده في جدول وفي مواعيد معلنه، لا ما المشكله لو الجدول تم بيتقال، تغيير، لا الجدول بيتقال اصل انت قبلها مش بكام يا يوم. استاذ محمد مش هتغير على ظروف النادي. لا بس خليني بس اقول حاجه، الوقت الداخليه نادي اشتغل وعنده لعيبه معارين كتير تمام حلو كده، فالموسم الدوري خلص، اللعيبه تمام المعاره انديتها عايزاه، تمام فهو ماتشات الكاس دي بتعلن دايما قبلها بشهر، يعني ما تمام مش من اول الموسم انت عارف ميعاد الكاس امتى وان انت عندك ماتش، بيحصل فيه تغييرات. صح ولا غلط؟ فطب الداخليه يعمل ايه؟ سيبك من الاهلي، خلاص الاهلي عنده حلين، اما ان ممكن يلعب الماتش ده مثلا، ممكن يدي اجازات ويلعب الكاس الماتشين دول بالصف الثاني، ممكن يخلي ثلاثة أربعة اساسيين، يعني عنده حلول لانه عنده لعيبته يعني. طب الداخليه يعمل ايه؟ ما عندوش غير 10 لعيبه وفق الكلام اللي هتقول لنا الكابتن علاء عبد العال، حاولوا كده يا جماعه لو نجيبه على التليفون ولا حاجه. طب كابتن علاء يعني عبد العال نفسه كان بيقول انا هلعب الماتش ده ازاي؟ عنده مشكلة، لكن يبقى ان هو في كان النهاية بيلعبوا ازاي؟ ما انت يا محمد انت بتحكي في وقت ضيق، انت يعني انت شو الحاج عامر يعني الراجل بيقول لك يعني انا يعني بوفق مواضيع بالعافية المواعيد، فانت النهارده لو وقفت ما لعبش ماتش الداخلية مش هتضطر هتلعب تأجل مش هتلعب الماتشين. ماتش المصري، طب هتأجل هتأجل كده كده الدوري مع السنة السيمي فاينال والفاينال. خلاص، انت عندك مواعيد ما جدولك يسمح بصراحة بكده، يعني هي برضو فيعني الحل الامر كلاهما مر، طبعا يعني امر يعني التأجيل مستحيل، مر فؤاد الداخليه واللعب هيستحيل مر. هيلعب بالعشره، هيجيب مثلا عنده من قطاع الناشئين هو اللي هيقدر يستفاد منه. بس انا كنت عايز اتكلم في جزئيه النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي اللي فيه كان تجربتين، كان تجربه لمانويل جوزيه لما فاز بالدوري وعطى راحه للعيبه كلها وشفنا نتائج النادي الاهلي كان بالوقت ده ساءت ازاي، وتجربه الكابتن حسام البدري اللي هو حتى الان تجربه 2017 هي رقم قياسي والناس كلها دلوقتي بتتكلم عن كولر ورغبته في تحقيق الرقم ده ان هو دوري اللا هزيمه. فمن حق كولر دلوقتي الراجل يبحث عن شعبيه، وعنده شعبيه دلوقتي يعني خلاص يعني قاربت من شعبيه مانويل جوزيه، اعتقد انه ما فيش حد هيقدر يوصل لشعبيه مانويل جوزيه غير كولر لانه محبوب من الجماهير، فهو الراجل عاوز كده. اللي يختلف بقى عن تجربه الكابتن حسام البدري انه الراجل عمل تدوير من بدري وعمل اراحه، هو مش فتره الاعداد، ما هو فتره الاعداد اللي كان عملها في الاهلي سوارش، هو تولى المسؤوليه مثلا متاخر ما كانش من بدايه الموسم. هو جه مصر 6 9 بالظبط. فهو الراجل عمل فتره، هو الناس حتى كانت بتهاجمه في الاول هو لا ايوه بس هتلحم الموسم. ايوه بس هو الراجل قدر ان هو مهما تعمل تدوير، ما هو التدوير ما ده فكرته هو ايه؟ قادر يريح دلوقتي. انت دلوقتي في موسم يا استاذ محمد انت لما ترجع قبل كده الموسم اللي فاتت انت كان ممكن عندك في النادي الاهلي يبقى عندك 50 اصابه، انا فاهم عندك لعيب بيتصاب، كان في المواسم اللي فاتت في لعيب بيتصاب مرتين ثلاثه بس واربعه، خد بالك، السنه دي ما شاء الله تبص للنادي الاهلي بس خد من بالك اهم ميزاته التدوير دلوقتي حاجة ما فيش اصابه. لا ما هو لك والراحة السلبية حاجة. ما بتفرق في دلوقتي، هو الراجل مش هي لا هيخلي كل اللعيبه تستمر للنهايه، بس هيحافظ على القوام الاساسي وهي هيدخل عناصر جديده مقام زي اللي الاساسي، حصل في ما هو ماتشات عارف القوام المقاولين الاساسي معناه ايه؟ يعني. ان انت هتضطر تلعب لغايه 4 8 بالقوام الاساسي، تمام لان عندك كاس وماتش السوبر 1 9، فتبقى عندك 26 يوم، فما ينفعش تريح اكتر من 3 4 5 ايام، ده الماكسيمم عشان المستوى البدني بتاع اللعيبه ما ينزلش. تمام فانت كده ما اديتش اللعيبه الراحه السلبيه المناسبه. في موسم قادم عندك بقى ايه؟ كابتن سيد عندك الموسم الجاي ايه؟ السوبر الافريقي اللي هو الدوري الافريقي. عندك دوري ابطال افريقيا. عندك كاس العالم للانديه. عندك دوري وكاس وسوبر مصر وسوبر افريقي. عندك كاس امم افريقيا اللي المنتخب على الاقل فيه 7 8 لا بلاد الان. زود كمان ماتشات تصفيات كاس العالم بالنسبه غير تصفيات كاس للمنتخب، العالم للمنتخب. انا عاوز اقول لك حاجه، وعدد فانت بص اصل انت لو مش كولر هتدي لن يضحي بهذا الموسم التاريخي مش وفرحه. قصه اسمعني تضحيه. بس، فرحه الجماهير النادي الاهلي بكل ماتش وبقى انجاز ده ليه تمن، لازم يكون ليه تمن. طب انا سمعت ان الاهلي طالب تاجيل ماتش السوبر الافريقي. هو الميعاد تفرق لسه طبعا، هو 1/9 هو ده الاتحاد الافريقي اعلن هو الميعاد ده رسمي. لا لسه لا اعلن. لا لا لسه لا اعلن رسمي والله. لسه والله في مشاورات. لا المشاورات الاهلي عايز ياجل من اسبوعين لثلاث اسابيع بالاتفاق مع اتحاد بس هو الكاف مع الفريق بيدرس ان الجزائري هو الاتحاد ممكن العاصمي. ياجل المباراه شويه، ليه؟
والكاف بيدرس ان هو ممكن يجي يستقبل الاهلي. الاهلي مع النادي الجزائري طالبين، حتى النادي الجزائري طالب كده. الاتحاد الافريقي ممكن. طب يعني لو اتاجلت اعتقد حلت المشكله. طبعا حلت المشكله، لان انت هتتخلص ماتشات الكاس وتدي الراحه وتبدا عندك شهر ونص بس هتبدا تقدر تشتغل بقى تلعب الكاس عادي بالشكل الطبيعي وتشتغل بالشكل الطبيعي. واذا الاهلي عمل كده مش محتاج ان اجل الكاس ولا ايه؟ لا هو الكاس مش هيتاجل طبيعي يعني تحت اظرف الظروف. هو انا اللي بقول لك الفرحه. طيب الاهلي دلوقتي ليك تعليق على تصريحات اوسوريو امبارح؟ طبعا ليه تعليق على تصريحاتك انت.